هذا اللي كانت هو غياب 7 ديال اللاعبين الدوليين، ولكن الحمد لله ان هاد اللاعبين فاتليا كان عندي اشتغال معهم من قبل لا في انديه ولا في منتخب محلي. ثم ان مشكور سي عموتا والمدرب ديال المنتخب الاول سي وحيد اللي عطانا الفرصه في اننا زرنا المعسكرين ديال المنتخبين ديال الاول ولا المحلي باش تواصلنا مع اللاعبين باش حصل واحد التواصل مهم قبل ما يلتحقوا بنا من بعد. هذه المسائل هذه بالنسبه لنا عاديه لان المسؤوليه ديال قياده فريق الرجاء البيضاوي في مباراه بحال هذه فهي مهمه جدا لنا. بالنسبه لي مدرب في لاكارير ديالو الا ما غيلعبش مباريات بحال هذه فمن بعد ما ينتهي ما غيبقى عنده ما باش يفتخر باش يتكلم. تنتمنى ان شاء الله ان كما الجمهور ديالنا فرح بالمجيء ديالنا جمال السلامي ويوسف السفري، نتمنى ان شاء الله غدا نفرحوا كذلك.